دانيال جوردو كان عقدك مع النادي الاهلي اعتقد انتهى النهارده، انت هترجع بكره، انا عارف ان انت مسافر بكره ان شاء الله اسبانيا. يس يس. ايه اللي هيحصل فيما هو قادم يعني؟ هو نوز. لا اعرف، من يدري. ان شاء الله. ان شاء الله أأمل في أن أمكث هنا وأبقى هنا، ولكن هذا ليس قراري وحدي، ولكن بالتأكيد أنا أريد أن أتحدث إلى الجمهور الآن. كل شيء حدث سيكون للأفضل بالنسبة للفريق، الفريق يعمل جيدا الآن، وبالتأكيد مجلس الإدارة سيقرر أو سيتخذ القرارات الصائبة بالنسبة للفريق لمستقبل أفضل لهذا الفريق، ولدينا فريق جيد ولاعبين جيدين. فحتى إذا مكثت مع الفريق أم لا، فإن المستقبل أفضل بالنسبة للفريق. أعتقد إن شاء الله. أعتقد أن عدد الشباب اللي موجود في النادي الأهلي يبشر بخير فيما هو قادم، الشباب الجيد طبعا. Yes. Yes, I think this is the most. بالتأكيد هذا أهم النقاط وهذه أهم الأسباب عندما أتحدث عن المستقبل. بالتأكيد الشباب يأتون من الكثير من الفئات الشباب كما قلت. أعتقد لدينا الكثير من اللاعبين لديهم مستقبل كبير في الأهلي، وأيضا بالتأكيد المنتخب الوطني المصري سيكون ضمن الفرق العالمية على المستوى العالمي.